صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والسرور على دولتنا الغالية وعليكم أعزائي المستمعين، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. ولتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقتنا لهذا اليوم، لكم مني أطيب تحديات، محدثتكم أسماء الجناحي. في بداية هذه الحلقة نود ننوه لكم جمهور الكريم إلى أن المدخل الرئيسي لمستشفى دبي سيكون مغلقا لأعمال التطوير اعتبارا من اليوم الأحد 12 سبتمبر، حيث يمكن للمتعاملين الكرام استخدام المداخل البديلة. ويأتي هذا الإجراء في ظل الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتحقيق سعادة ورضى المتعاملين. أعزائي المستمعين، في هالحلقة لدينا العديد من الفقرات الشيقة والممتعة والمفيدة، حيث سنتحدث عن التغذية الصحية التي تساعد على التئام الجروح، الإسعافات الأولية للأطفال، وكذلك سنستعرض آخر مستجدات على قنوات التواصل الاجتماعي. في بداية حلقتنا لهذا اليوم، هناك دراسة تحذر من إفراط الأطفال في تناول السكريات. يقول: حيث حذرت الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال من أن منتجات الأطفال وعصائر الفاكهة تحتوي على الكثير من السكر وخاصة الفركتوز، وهو ما يؤثر على صحة الأمعاء. وأضاف الأطباء الألمان أن استهلاك كمية كبيرة من السكر يؤثر على وزن الأطفال وصحة أسنانهم، علاوة على أنه قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون في مرحلة البلوغ. وأكدت الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال على ارتباط الفركتوز والمشروبات المحلى بما يعرف باسم الأورام الغدية في الأمعاء، وخاصة في الأمعاء الغليظة، وقد تتطور هذه الأورام إلى الإصابة بالسرطان. ولذلك نصح الأطباء بضرورة الحد من استهلاك السكر في مرحلة الطفولة. ونصحت الجمعية الألمانية للتغذية بعدم اعتياد الأطفال على تناول كميات كبيرة من السكر في صورة الأطعمة المصنعة والتي يتم الإعلان عنها وتحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز. وأضاف خبراء التغذية الألمان بأنه يجب ألا تزيد السعرات الحرارية اليومية على شكل سكر من 5% للأطفال في عمر عامين، وبالنسبة للأطفال من عمر 10 سنوات إلى 13 سنة والذين يحتاجون إلى 1900 سعرة حرارية في اليوم، فإن الحد الأقصى لهم يبلغ 95 سعرة حرارية على شكل سكر، وهو ما يعادل أقل من 25 جراما يوميا من أو أقل من 5 ملاعق صغيرة من السكر. جدا مهم نحن نركز على نوع التغذية اللي نحن نوفرها لأطفالنا، خصوصا العصائر، وخصوصا العصائر هناك الكثير منها المحلى. من هذه الفقرة ندخل على فقرة قنوات التواصل الاجتماعي مثل ما عودناكم عليها كل يوم. ناخذ بعض النصائح اللي تم وضعها في خلال 24 ساعة الماضية. النصيحة خاصة عن التسوق في المركز الغذائي خلال جائحة كوفيد-19. 1. احرص في الأوقات الأقل ازدحاما، حاولوا كثر ما تقدرون تروحون في الأوقات الأقل ازدحاما. جهز قائمة بمشترياتك، هذا مو بس في جائحة كورونا، حتى في أي وقت التسوق الذكي لازم يكون عندك قائمة بالاحتياجات. اجعل شراء الأغذية المبردة أو المجمدة في نهاية رحلتك. التسوق تجنب بقائها خارج الثلاجة في فترة طويلة. تأكد من قراءة فترة صلاحية الأغذية وإرشادات التخزين على العبوات. أيضا تأكد من سلامة العبوات قبل ما تشترونها. ضع الأغذية المجمدة والنيئة في أكياس منفصلة عن باقي المنتجات الغذائية قبل ما تطلعون، واحرص على قراءة البطاقة الغذائية. نحن دائما نشوف البطاقة الغذائية، لكن احرصوا على قراءتها لمعرفة المواد الأساسية والتأكد من القيمة الغذائية الموجودة. أهم نصيحة: عدم الخروج من المنزل في حال وجود أعراض تنفسية وارتفاع في درجات الحرارة.
أيضا من ضمن النصائح اللي تم وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي هو المثلث الذهبي للوقاية من كوفيد 19. أهم شيء هي 3 نقاط راح تساعدنا في حماية أنفسنا وحماية مجتمعنا. 1 لبس الكمامة. 2 الحفاظ على المسافة الآمنة بيننا وبين الآخرين وغسل اليدين باستمرار. 3 نصائح مهمة تعتبر مثل المثلث الذهبي لكم لسلامتكم وسلامة مجتمعكم. نطلع الحين في قبل ما نكمل فقراتنا نطلع في فاصل ونعود لكم مرة أخرى. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا لفقرة التغذية وهي الفقرة اليومية، ومثل ما يقولون المعدة بيت الداء وأيضا بيت الدواء. اليوم راح نتكلم عن الغذاء الذي له دور أساسي في العمليات الحيوية في الجسم. لذا فمن المهم اختيار نوع الأطعمة بشكل صحيح. لكن ما حقيقة وجود الأطعمة التي تساعد على التئام الجروح؟ هل يمكن الأطعمة تساعدنا أن نحن نلتئم جروحنا ولا لا؟ للحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا اليوم الأستاذة سهى نوفل، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. حياك الله أستاذة. الله يحييك حبيبتي ويسعد صباحكم. أستاذة، نحن دائما في بعض مع الأسئلة اللي نحن راح نسألها في بعض الخرافات اللي تقول إذا الواحد كل تفاح الجرح ما يلتئم، صحيح ولا غير صحيح؟ لا طبعا أكيد في زي ما تفضلت هي بعض اللي هي خرافات، لأنه ما في أي رابط علمي يربط لك إنك ما تأخذ التفاحة معناها الجرح تاعك ما بيلتئم. بالعكس التفاح فيه مواد مفيدة، فيه فيتامينات، فيه نسبة من فيتامين سي اللي بالعكس ممكن مع بقية أفراد عائلته زي ما نحكي اللي هي بقية الفواكه يساعد في التئام الجروح. فزي ما تفضلتي وحكيتي طبعا الغذاء له دور أساسي في هاي العمليات الحيوية اللي بتصير في جسمنا، ولما الإنسان سبحان الله بتعرض للجروح مهما كان هذا الجرح كبير أو صغير بغض النظر ببلش طبعا كل ما كان أكبر بيزيد من استهلاك هاي العناصر الغذائية. ببلش الإنسان بالجروح يستهلك العناصر المخزنة في جسمه خاصة البروتين، بيستخدم المضادات الأكسدة لأنها بدها تبلش تعمل أنسجة جديدة مكان الجرح اللي تالف، بيستهلك الدهون الجيدة اللي بتغطي طبقة الجلد الموجودة عندي. فأنا حتى أعوض هذا الفقد من هاي العناصر الغذائية والمكونات الأساسية للأنسجة وللخلايا اللي صار لها تمزق أو اللي تعرضت لهاي الجروح لازم أحصل بالتالي عليها من مواد المصادر الغذائية. يعني إذا نقدر نقول شو هي الأطعمة الصحية اللي ممكن تساعدنا على التئام الجروح؟ عندنا مجموعة من الأطعمة الصحية زي ما حضرتك تفضلتي، وأهمها عندنا البروتينات، الأغذية الغنية بالبروتين، لأنه زي ما إحنا عارفين ودائما بنوصل حتى لجميع الفئات البروتين مهم لبناء الأنسجة لبناء الخلايا. إذن هو حيكون أول مصدر يبلش يعوضني عن هاي الأنسجة اللي تلفت واللي تعرضت للجرح. البروتين أيضا من جانب آخر بيساعد على تقوية المناعة، على نقل الأكسجين لحتى يوصل لهاي الأنسجة التالفة، تقوية المناعة. وبنحرص على برضو لما نحكي التئام الجروح بنحرص برضو على أن ندخل الأغذية اللي بتقوي عندي المناعة حتى تمنع أنه هذا الجروح يتعرض لأي التهاب، سواء التهاب بكتيري سواء من فيروس أو أي عرض آخر ممكن يؤدي إلى تأخر أو تباطؤ في التئام هاي الجروح. من الأغذية أيضا المهمة جدا عندي الخضار الورقية خاصة اللي لونها أخضر غامق، لأنها بتساعد مهمة المواد اللي فيها والفيتامينات بتساعد على تسريع من عملية التخثر لهذا الجرح، وهي خاصة مثلا موجودة في البروكلي، الخس، الجرجير، هاي الأطعمة. بنركز عنا للناس على الأغذية الغنية بمعدن الزنك والحديد. الزنك بيساعد على تكوين الخلايا اللي راح تعمل لي التئام لهاي الجروح. الحديد زي ما كلنا عارفين نقص حديد يعني معناها فقر في الدم، معناها بياخذ الجرح وقت اطول لحد يعني مثل شو الزنك والحديد استاذة سهى؟ الزنك خاصه بتركز عندي وين؟ في البقوليات خاصه العدس، الفول، موجود في اللحوم الحمراء، موجود في المكسرات، خاصه اللوز والجوز، هاي الاغذيه غنيه بالزنك. موجود عندي الحديد طبعا زي ما احنا عارفين برضه موجود في الورقيات، موجود في اللحوم الحمراء. اذا بنلاحظ اللحوم بشكل عام والدجاج والسمك، البيض غنية بالبروتين وفيها زنك وفيها حديد. فأنا هذا غذاء يعتبر غذاء جيد للناس اللي بتتعرض عندي للجروح.
نخالة القمح بتتركز فيها الزنك والحديد أيضاً. فهاي الأطعمة بالإضافة عندي للأطعمة الغنية بفيتامين سي، لأنه فيتامين سي من الفيتامينات اللي يعمل كمضادات للأكسدة في الجسم، ومضادات الأكسدة زي ما حكينا هي بتقوي المناعة، هي بتكون مضادة للالتهابات وبتحمي عندي الجروح، وبالتالي بتساعد وبتسرع في التئام هاي الجروح، بالإضافة إلى إنها بتسرع وبتحفز إن إفراز مادة الكولاجين. مادة الكولاجين أيضا بتساعد وبتساهم عندي في تسريع الجروح. طبعا كلنا بنعرف، صرنا نعرف مصادر فيتامين سي ومنعيدها، هي عندي موجودة في الحمضيات بكافة أشكالها، الأناناس، الفراولة، الجوافة، الكيوي، هذه كلها أغذية غنية بفيتامينات سي. بالإضافة إنه نحافظ على بقية العناصر الغذائية، مثل نحصل على الكربوهيدرات ضروري به، النشويات، الأرزات، وأحصل عليها، لأنها هاي لما أنا بأخذها بتكون هي المصدر الأساسي للطاقة. يبقى أنا حافظت على البروتين اللي في جسمي، ما يستهلك خاصة إذا ما تكون الجروح كبيرة، ما بيستهلك، بالعكس هذا موجود عندي للترميم، لترميم الجرح، ومصدر الطاقة الأساسي راح عندي في الكربوهيدرات والنشويات. يعني نقدر نقول الغذاء الطبيعي اللي نحن دائما ناكله الصحي، بالإضافة إن نحن نركز على المواد اللي مثل البروتينات والخضار الورقية الغامجة، يعني ما نهمل شيء، لكن ممكن نقول نزيد الشيل شوية في الأشياء الثانية. نعم، بنزيد من هاي وبنتجنب برضه في أشياء نحاول نبتعد عنها. حتى شو الأشياء اللي نقدر نتجنب، اللي لازم نتجنبها أستاذة؟ أيوة، ضروري نتجنب المشروبات الغازية، ضروري نتجنب المشروبات اللي فيها السكر العالي، الأغذية عالية الملح، لأنها بتصير تطلع السوائل، بتعمل خلل في السوائل. هذا أستاذة سهل، اليوم كان عندنا الخبر في البرنامج عن المشروبات اللي تحتوي على نسبة عالية من السكر، فزين يعني حتى الجروح بعد ما تلتئم مع هالنوع من المشروبات. بالضبط، بتأخر نومها، لأنه عندك أنت لما بيرتفع السكر بيصير في عندي خلل أنا في توازن الجسم من الداخل. هذا الخلل ما بيخلي عندي يعني بضعف المناعة، وبالتالي بيزيد عندي الوقت لازم لالتفائها لالتئام مثل هذه الجروح. وبالتالي أنا دائما خليني لا بعيد عن هاي الأشياء اللي ممكن تحيق عندي أو تأخر من التئام الجروح. عندنا ذكرنا دكتورة الحين في بعض الأشخاص نشوفهم مثلا لما يكونوا مثلا عندهم حالة مرضية أو جروح مثلا أو مسوين حوادث، دائما نشوف إنه يعني يسوون الكوكتيل وياخذ المواد العناصر هاي اللي تقولينها يحطونها كلها في قلاص واحد ويشربونها مره واحده. هل ممكن احنا نسوي شيء او نحن نفضل ان احنا نمضغ الاكلات او ناكلها للحصول على الفائده الاكبر؟ حسب حاله الشخص اللي كانت عندي، اذا هذا الانسان عنده القدره فالافضل انه ياخذها زي ما هي، على اساس ياخذ الفيتامينات نفس ما هي من غير ما تتعرض لاي نقص، خلينا نحكي، أو تكسير إحنا بنسميها للناس حتى نورجيهم إنه بتقل شوي الفائدة لما شيء يتعرض للعصر، أو يكون صار له فترة أطول، يعني فترة معصور ومحطوط في الثلاجة. بالإضافة إنه بيحصل لي على الألياف الغذائية، لأنه في ناس إذا كان جرحها كبير بتصير حركتها قليلة، فأنا بدي ألياف حتى تمنع الإمساك وتضلها عندي الأمعاء شغالة بالشكل المطلوب. لكن إذا هذا الشخص أنا عارفة، خاصة إذا كان شوي كبير في العمر أكله قليل، بحضر له هاي الأشياء العصائر، بس ما بضيف عليها سكر، ما بضيف عليها الأشياء اللي ممكن تكون يعني بس تعطيني لون وطعم، لا أخليها محضرة بالفواكه الفريش، وتكون يعني تتحضر وتتناول مباشرة بشكل مباشر. يعني ما نخليها لفترة، لأن مثلا أنا قريت في بعض الأخبار أنه يقول مثلا حتى السلطة لما تقطعينها تحتاجين أن تاكلينها خلال نص ساعة تقريبا، صح أستاذة؟ صح كلامك، لأنك أنت بتكسر الفيتامينات، خاصة فيتامين سي، الفيتامينات اللي ممكن تتكسر وتروح وتخف لما أنت تعرضيها للتقطيع. هاي وش الفايدة ناكلها قبل ما بدون فايدة؟ لا احنا بنحكي قطع وتناول، قطعوا كل على طول لا تريه. بالضبط. انت انا من تعرفين من قلت استاذه عن موضوع التفاح، لان هذا اللي كان متداول، مو بس التفاح حتى الحليب، يعني مع انت الحين تكلمين تقولين البروتينات مهمه والحليب مصدر من مصادر البروتين، يعني مثلا لما كنت مسوي حادث الكل كان يعني كنت مسوي عمليه وكل ياس يقول لي لا عشان تلتئم حليب وتفاح ابتعد عنهم ابتعاد كلي، فيعني شو بعض الخرافات هاي اللي انت يعني ممكن تسمعينها عندك في العياده؟ يعني الدكتور صدمني بس قال لي خلاص يعني ردي شربيهم انت تحتاجينهم.
لا طبعا لازم تشربيهم، تحتاجيهم مصدر للكالسيوم، مصدر للبروتين، مغنيسيوم، بوتاسيوم موجود فيه، كل هاي العناصر موجودة في الأشياء اللي انت حكيتيها، بالإضافة للفيتامينات اللي موجودة عندي في التفاح وغيره من الفواكه. فأنا لا لازم أتناول غذاء يكون منوع ومتكامل. يعني حتى بعض الناس بتحكي لك استخدم دهون عالية، لا انت ما تستخدم الدهون العالية او كل دهون، او تجنب زي ما تفضلتي، في ناس عندها معتقدات انه لا تاخذ بيض مثلا، لا انت لازم تاخذ كل هاي المصادر البروتينيه اللي ممكن تفيدك، بالاضافه انك تكون حريص جدا على شربك للسوائل بالطريقه الصحيحه وبالشكل الصحيح. بالعكس ممكن يزيد احتياجات الناس للسوائل في بعض الجروح، لان السائل هو اللي حيحافظ لي على توازن الفيتامينات والمعادن، حيدخل في تركيب الانزيمات اللي راح تطلع بعدين على هالجروح وتساعد لي في التئامه. مثل ما نقول دائما خذ المعلومة من المصدر، مو من الواتساب ولا من الجمعات. لا 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 إذا اختصرنا الأستاذ الحين نقول مثلا أهم شيء الأطعمة اللي تساعد على التئام الجروح اللي هي البروتينات، الخضار الورقية الغامجة، الفواكه والخضروات اللي تحتوي على الزنك والحديد وفيتامين سي، هذا بالإضافة إلى العناصر الرئيسية، ما نهمل وجباتنا أو التوازن أو الطبق الصحي مثل ما دائما نقول. الأشياء لازم نتجنبها اللي هي المشروبات العالية من السكر والمشروبات الغازية والأطعمة طبعا المصنعة اللي فيها كثير من المواد الحافظة والملونات والصبغات، كلها هاي طبعا بتأثر. إنزين، يعني تقريبا هاي نصيحة أخيرة أستاذة سهى للمستمعين. ندير بالنا على حالنا، نحصل على مقدار الكافي زي ما حكينا من البروتين من السوائل، دائما نستمع لنصائح أخصائي التغذية في هذا الخصوص، يكون أكلنا منوع شامل، نحافظ عليه بشكل متوازن، احتاجنا أي مساعدة نلجأ لأخصائي التغذية وللطبيب، هو اللي بيعطيك احتياجاتك، إيش الأشياء اللي أنت تتناولها والأشياء اللي أنت تتجنبها، ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. شكرا لوجودك معنا هذا سهى نوفل، اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. يعطيكم العافية مستمعينا، نطلع في فاصل ونرجع لكم مرة ثانية بموضوع وفقرة أنماط الحياة. صحة وسعادة. مرحبا بكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، الحين مع فقرة خاصة وفقرة أنماط الحياة. يقول قد يتعرض الطفل في أي لحظة للتعب أو الإصابات الحرجة، والتي يمكن التعامل معها مباشرة من قبل الوالدين لإنقاذ الطفل، لذلك يجب على الوالدين على أن يكونون على دراية ومعرفة تامة بالإسعافات الأولية اللي يحتاجونها عيالهم في الأوقات الحرجة، مثل الحروق والاختناق والنزيف وبلع الأجسام الغريبة وغيرها. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة ميساء صالح، اختصاصية طب الأطفال بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال. حياك الله دكتورة. صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين، كيفكم؟ صبحكم الله، صبحت الله بالخير والسعادة دكتورة. دكتورة الصراحة بنتكلم عن الحوادث، الصراحة مو بس الأطفال، حتى نحن نتعرض للحوادث، لكن خلينا نركز على الأطفال في المنزل. أول شيء، شو هي أهم الأدوات الخاصة بالإسعافات الأولية اللي لازم تكون موجودة في كل بيت؟ سؤالك جميل جدا. بصي، هو أول ما أقول حاجة أحب أقول إن في بعض الأحيان الإسعافات الأولية دي ممكن تنقذ حياة، فأفضل إن كل أب وكل أم يكون عندهم مكان مخصص أو شنطة صغيرة فيها الأدوات الإسعافات الأولية معروف مكانها، عشان أول ما يحتاجوها يقدروا يجيبوها بسهولة. الإسعافات الأولية أو شنطة الإسعافات الأولية لازم يكون فيها بعض الأشياء اللي هي مهمة جدا، منها زي مثلا إيه؟ إن يكون عندي قطع شاش معقم، يكون في عندي بعض المناديل للتنظيف المبللة بالكحول اللي هي المسحات الطبية، ممكن يكون موجود معنا كمان شريط لاصق، يكون ضمادات موجودة، يكون في مقص ومثلا ملقاط عشان لو في أي جروح واحتاجنا إن احنا نشيل مثلا بعض الزجاج أو كده، شريط لاصق، محتاجين يكون في رباط ضاغط عشان لو في بعض الالتواء أو حاجة، ميزان حرارة مهم جدا،
غسول للعين زي محلول ملحي للتنظيف، يكون في معقم عام، لازم يكون في جوانتي عشان دايما واحنا بنتعامل مع اي جروح نكون بنلبس القفازات على اساس ان ايدينا دايما تبقى نظيفه، يكون في بعض الحاجات المهمه زي بعض المراهم للحروق، مراهم لمضادات حيويه، دي اهم الحاجات اللي لازم تبقى موجوده عندي في الشنطه اللي احنا بنقول عليها شنطه الاسعافات الاوليه اللي موجوده في البيوت. دكتورة، نحن ساعات نشوف الأدوات هاي ممكن تكون موجودة بس كل جزء في مكان بالضبط. فيعني غالبا تقولي أقدر بها تكون موجودة بس غالبا ما تنحط في شنطة واحدة. أيوة، إحنا لو حطيناها في شنطة صغيرة جدا زي شنطة الإسعافات الأولية اللي بتبقى معنا في العربية، اللي بتبقى موجودة معنا في أي حتة، بنحطها عارفين مكانها، مكان معروف للأم للكير جيفر اللي موجود في البيت، بحيث لو حصل اي حاجه بنجرها ونبتدي نتعامل بسرعه. في حاجات بتاخد يعني دقائق وممكن تسيطري عليها في الاول خالص. انزين دكتور، نتكلم عن اكثر الحوادث اللي ممكن يتعرضوا لها الاطفال. ما شاء الله الاطفال خطوتين طاحوا وتعوروا، فيبالا وايد الواحد يكون يعني مركز معاهم طول الوقت، خصوصا اللي يكونون اطفال يعني مثلا بين عمر اول ما يبدا يمشي. فشو هي الأكثر الحوادث اللي ممكن يتعرضوا لها الأطفال، سواء المتعلقة يعني إذا كانت في الصيف أو الشتاء؟ تمام، في حاجات بتتعرضي فيها في أي الفصول، زي مثلا إن الطفل ينزلق ويقع يتقبض في الأماكن الحادة. الأطفال في السن بتاع الحبي دايما بيحبوا يستكشفوا، ودايما الاستكشاف بيبقى عن طريق الفم، فدايما يبقى في حاجات اللي هي الاختناق، خاصة بأدوات اللعب الصغيرة، الحاجات زي كده. الطفل بيحب يستكشف، فكتير جدا من الأطفال بيحطوا بعض الأماكن اللي هي الحاجات الحادة في اللي احنا بنسميها الفيشة بتاعت أو الكوبس بتاع النور أو الكهرباء، فبالتالي بيحصل حروقات من التيار الكهربائي. طبعا في الصيف كمان الحروق، خاصة الطفل اللي بيلعب وأمه مش واخدة بالها منه في المطبخ ويجر حاجة من على البوتاجاز ويكون حاجة سخنة أو يلمس حاجات سخنة. الغرق، على فكرة الغرق دي من المشاكل الكبيرة جدا سواء صيف أو شتاء. لو في المنزل ساعات بعض الأطفال بتغرق سبحان الله في سطل المياه اللي احنا بننظف بيه عزق الله، بيغرقوا فيها لأنها طفل صغير وممكن بينزل براسه، فالأم ما بتبقى مش واخدة بالها أو الكير جيفر مش واخد باله. في الصيف كمان اللي أكتر بيبقى فيه الغرق في المسابح، لأن إحنا دلوقتي بنروح ونسبح وعايزين المية، والأطفال بتحب اللعب في المياه. في بعض التسممات زي التسممات الغذائية أو اللي بنسميها التهابات المعوية الحادة، خاصة إن الدنيا بتبقى حر جدا والأكل لو مش متحافظ عليه في درجات الحرارة المناسبة ممكن يعمل لنا مشاكل. التسمم في بعض الأدوية اللي بتبقى موجودة الطفل بيبقى شايفها وشايف إن البابا وماما أخدوا منه وافتكروا إن ده من الحاجات اللي ممكن ناخدها، فيحصل تسمم في الأدوية، تسمم في أدوات النظافة كمان. المشاكل كمان اللي هي بتبقى كتيرة بالنسبة لنا في فصل الصيف التعرض للحرارة الجامدة جدا، فبيحصل ما بنسميه بضربة الشمس أو الضغط الحراري. انزين دكتوره، نتكلم عن الحروق، لان يعني انا سمعت ان مثلا الحروق هي من الاشياء اللي يعني من حوادث الاطفال الاكثر شيوعا، مثلا خصوصا احيانا مو بس مثلا من الاشخاص اللي مثلا نعرفهم سبحان الله كانت تشرب شاي طاح الشاي على ولدها. في بعض الممارسات الواحد ما يعرف ان هاي ممكن الممارسه تسبب يعني مشكله، مثلا تغسل طفلها تفتح الماي ما تنتبه النحار يسيو حرق درجة ثانية أو ثالثة. فدكتورة، حدثيني شوي عن موضوع الحروق، يعني شو هي الأسباب اللي ممكن الواحد يعني نصح أولياء الأمور أن ينتبهون، لأنه يشولي يعني واحد ما يعبال أنه ممكن هذا يؤدي إلى حروق. صح، بصي هي في حاجات بتبقى بديهيات، احنا دايما نبقى عنا دايما على الطفل وعنا على ممارساتنا الحياتية. زي ما حضرتك تفضلتي، أبشرب كوباية شاي لازم أحطها في مكان عالي،
الترابيزات اللي هي بيبقى فيها مفرش للترابيزات، وبيبقى أنا حاطة مثلا الأكل سخن جدا في شوربة أو كده، والطفل ممكن يجرها وبالتالي يبقى كل الحاجات السخنة جات عليه، ولو جات عليه من فوق لتحت بتعمل له حركات شديدة وأماكن كتير. الأطفال برضو بيبقى غاويين الاستكشاف زي ما قلت لحضرتك، والحركات بتاع التيار الكهربائي دي حركات بتبقى رهيبة، ممكن تؤدي لقدر الله إلى يعني موت فوري. المشاكل الثانية اللي هو لما مثلا البوتاجاز السخن جدا والطفل لمسه، الأوعية اللي موجودة على البوتاجاز الساخنة جدا، في بعض الأطفال بتبقى حابة أنها تلعب بالقداحات أو الولاعات بتاعت باباها ومامتها لو في البيت مثلا، أو الكبريت، وده بيعمل لنا مشاكل كبيرة جدا وحركات كتير جدا. طبعا النصيحة الأولية ودايما بنقولها، الوقاية خير من العلاج. نبعد كل الأماكن والأشياء اللي ممكن الطفل يتعرض إليها وهو ممكن وهو طفل مش فاهم ومش مدرك، بنحاول على قد ما نقدر مثلا المطابخ بنقفلها وإحنا خارجين عشان الطفل ما يتدخلهاش، دايما نحاول ننتبه وإحنا بنحط درجات المية زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي نحطها قبل ما ندخل الطفل مثلا البانيو، لأن في بعض الأطفال بتتحرق من المية وهم بيتحمموا. زي ما حضرتك برضو تفضلتي قلتي كوباية الشاي دي من الحاجات اللي هي شائعة جدا في الحروقات اللي ممكن تعمل لي مشاكل، وخاصة لما بتقع على الجلد مرة واحدة. ولازم نأكد بعد دكتورة أن جلدنا نحن ككبار يختلف تماما عن جلد الطفل، يعني ممكن نحن ما نحس أنه حار لكن هو بيكون ممكن يحرق الطفل الرضيع مثلا. بالضبط. أنت عارفة برضو الحروقات بتبقى درجات، في درجات بسيطة تقدر الأم تتعامل معها في البيت، في درجات كبيرة لازم ناخده على المستشفى. في برضو حاجات كتير جدا أنا لاحظتها في يعني إحنا بالنسبة لنا بالتعامل مع الحروقات، في بعض الناس بتبقى لازالت بتقتنع أن إحنا نستخدم مثلا على الحرق معجون الأسنان أو الشحوم والزيوت. مش ما يصير بسارة؟ لا في ناس بتعمل كده، ودي على أساس أنها بتبقى نوع من التبريد. أنا بنصح الأم والأب أول ما يحصل لقدر الله حرق، أول حاجة نعملها نحط الطفل تحت السنبور المياه ويكون درجة الحرارة بتاعت المياه اللي هي الباردة. ليه؟ لأنها هتعمل نوع زي مثلا تعادل لدرجة الحرارة اللي حصلت، فتقلل الإحساس أولا بالألم، ثانيا الحرق اللي حصل، يعني كأنك بتطفي نار، عارفة؟ فدي أهم حاجة يعملها على الأقل 10 دقايق، وبعد كده ممكن يعمل عليها كمادات بقطعة مثل مبللة بماء بارد، بس ما يحطش تلج لأن التلج ممكن يزيد الدنيا أسوأ. ممكن لو عنده يحطون طماط ساعات معجون الطماطم بس صح ما يستوي لأن نحن نسويها في البيت. لا لأن دي حاجات كلها أولا أنت هو بتعرف ليه الطماطم، لأنها باردة، إحساسك بالبرودة اللي هي ممكن تساوي عندي أن أنا أحطها تحت المية. أوكي. فهي الإحساس ده اللي هو البرودة. ولكن المشكلة كمان أن بعض الحركات بتبقى مصاحبة بأن الجلد حصل له زي نوع من التشقق، فأي حاجة تتحط عليه هيزود الالتهاب، وممكن يعمل كمان يعني التهاب للجلد والتهاب وبكتيريا الانفكشن، بعد كده يحصل له نوع من العدوى البكتيرية بسبب الحاجات المتلامسة، لأنها طبعا أكيد مش نظيفة على الجروح. نتم على الماء البارد ونحط كمادة باردة وايد أهون. أهون بكتير. وبعد كده لو عندك مراهم للحرق ممكن تستخدم، لو كمية الحرق كبيرة يبقى تروح على المستشفى فورا لأنهم هيتعاملوا معاها. في برضو حاجة بتتعمل في بعض الأطفال لما بيتحرق إيديهم أو رجليهم أو أماكن من بعض يعني الحاجات اللي هي القريبة مثلا في الوجه في اليد في الكفوف في الرجل، يستحسن يروح المستشفى فورا. في بعض الأشخاص الأمهات نوع من عشان الطفل بيتألم بيبقى فيه حصل فقاعات في الجلد تفقعها، تحاول أنها تفضي هذه الفقاعات على أساس أنها تريح الطفل من الألم، وده أخطر حاجة وأغلط حاجة ممكن نعملها، لأن الفقاعات دي عبارة عن بلازما بتساعدنا على الالتئام الجروح، ثانيا أن لو أنا فقعتها ممكن تعرضنا إلى الالتهابات. زي الدكتورة يقولوا لي هي حين تشوف من ضمن المسجات اللي توصلنا أن معجون الأسنان عدها دارج
قولينا ينفع ولا ما ينفع؟ لا ما ينفع خالص، لأن معجون الأسنان برضو هو حاجة مش معقمة، وبرضو هقولك ليه إحنا بنحطه، لأن هو الفكر بتاع إنه وجود بارد. الترطيب إنه بارد، هو حطه تحت المية أسهل حاجة وأأمن حاجة وأصح حاجة، بدون مواد ما نعرف يعني إذا هي تركب على الجلد ولا لا. بالضبط. إذن دكتورة نتكلم عن المشكلة الثانية اللي دائما نحن نسمع عنها، اللي هي إن الطفل يبلع الأشياء الصغيرة. صح. فكيف ممكن نتفا يعني وساعات يبلعون أشياء غريبة، يعني حتى واحد ما يقدر يعصر على بطنهم يعني سيبطل المادة. صح. بصي، هو أولا هرجع تاني أقولك إن الوقاية خير من العلاج. المشكلة إن في بعض الألعاب بتبقى فيها قطع لعب بس صغيرة جدا، والطفل دايما بيحب يستكشف الحاجات عن طريق الفم، فلازم نبقى إحنا عندنا حرص شديد جدا، وأنا بتعامل مع طفلي أشوف الأشياء اللي هي مناسبة له، ما تبقاش الحاجات اللي ممكن ياخدها، لأن المشاكل كلها إنها بتحصل اختناق لما بتدخل على الجهاز التنفسي، وممكن الطفل يحصل له اختناق وتبقى عندنا مشكلة لا قدر الله. الحاجة الثانية برضو الاختناق برضو مش بس في الألعاب والحاجات دي، ممكن جدا حتى في بعض الأكل، لما أنا مثلا بدي الطفل في سن غير مناسب المكسرات وهو ما بيقدرش مثلا يمضخها بطريقة صحيحة، فممكن يبتلعها، ودي كتير جدا جدا من الأطفال اللي بتجيلنا عندها مشاكل في الرئة بتكون بسبب المكسرات. فلازم دايما دايما أبقى حريصة وأنا بأدي لطفلي إيه اللي بديله وبيلعب بإيه، ودايما أبقى عيني عليه في كل اللحظات، لأن كتير جدا من الأطفال بيجوا مخنوقين وإحنا ما عرفنا إيه السبب الاختناق اللي حصل. إذا دكتور كيف ممكن الأم تتصرف، لأن هاي ثواني يعني الأكسجين إذا ما دخل المخ يعني يؤدي إلى مثل ما يقولون كارثة، بس كيف ممكن أولياء الأمور أو أي شخص موجود يتصرف؟ صح عندك حق. بصي، أول حاجة في طريقتين، لو الطفل صغير ببتدي أخبط على أولا أحطه بوضعية إن راسه إلى تحت، يعني أحط الراس بوضعية أحط الطفل على رجلي وراسه لتحت لو هو طفل صغير، وابتدي أضرب بقوتي على ظهره 5 مرات كأني بحرك الجزء الغريب اللي دخل المجرى التنفسي، وأقلب الطفل على بطنه وابتدي أضرب على الجزء في القفص الهوائي بتاعه بصباعين بعنف 5 مرات، وكل شوية أفتح فمه، ما أحاولش أحط إيدي من غير ما أشوف الجسم الغريب، لأن أنا ممكن لو أنا بحاول من غير ما أدخله مرة ثانية أدخله أكثر. برافو عليك. وأفضل أعمل كده في نفس الحركات بالضغط اللي أنا بعمله في الجزء بتاع التنفسي، كأني بخليه كح علشان يخرج الجسم الغريب اللي هو دخله. لو الطفل أكبر كبير يعني مثلا في عمر اللي هو النضوج شوية، بقدر ألف من حوله وأضغط على بطنه بالاثنين يعني الهاندز أون هاندز، وأحاول أضغط على بطنه في اتجاه العلوي بحيث أن أنا أعمل برضو نفس الضغط على أساس أن الطفل أو حتى البني آدم الكبير يطلع الجزء الغريب، وأفضل كده لحد إن شاء الله ما يقدر يطلع الجزء الغريب اللي هو دخل. إنزين دكتورة الحين مثلا هل ممكن نسوي هالممارسة ونحن في طريقنا إلى المستشفى، أو لازم أسويها بعدين أركب السيارة أروح المستشفى؟ لا ممكن. بصي، الأسرع عليك لو أنت قادرة تتمكني من طفلك في العربية وحد اللي بيسوق، وأنت تعملي الحركة دي من مرة من قدام ومن مرة من ورا، هو دي أنسب حاجة لحد ما توصلي للإسعافات، أو تكلمي الأمبولانس، لأن الأمبولانس عندهم القدرة على التعامل بالحالات. في حاجة أنا أحب أقولها لك، يا ريت كل الأمهات والأباء والكير جيفر اللي في بيوتنا ياخدوا بعض الكورسات الأولية للإسعافات الأولية لأطفالها، ودي كورسات موجودة ومنتشرة، وممكن الأب والأم كتير جدا على فكرة من الأباء اللي بيقولنا المستشفى بيكون عندهم فكرة جيدة على الإسعافات الأولية وخاصة حالات الاختناق. الله يعافي الجميع، بس نحن بعد نبغى نأكد، لأن أحيانا الطفل اللي يقدر يشوف أشياء مهما نظفنا ساعات يعني نحن ما ننتبه، فنحن أهم شيء شعور الذنب ما يكون مصاحب أولياء الأمور إذا كانوا مساوين كل اللي عليهم ومحاولين ومنظفين، وهذا كله أهم شيء أن شعور الذنب ما يكون موجود. يعني أحيانا دكتورة يصادف الموضوع الأولياء الأمور يحسون بذنب كأنهم السبب،
لكن قدر الله ما شاء فعل، والأهم أن نحن نأخذ الأكشن السريع. إنزين دكتورة، أيضا نتكلم عن موضوع التسمم الغذائي، كيف ممكن الأم تتصرف أو الأب يتصرف أو مثل ما يسمون اللي الكير جيفر؟ تمام. لو إحنا بنتكلم عن التسمم الغذائي، وإحنا نقصد به الالتهابات المعوية الحادة بسبب إن إحنا مثلا أكلنا أكل ما كانش نظيف لفترة، مكشوف جه عليه أي من الذباب أو كده، أو أكل اتحط في درجة حرارة غير مناسبة وابتدى ينمو عليه أنواع من البكتيريا وابتدت تفرز التوكسينز بتاعتها أو المواد السامة وبلعها الطفل، فيبتدي الطفل يحدث له نوع من القيء ونوع من الإسهال إلى جانب الألم الشديد المعوي. أهم حاجة في الحالات دي هي إن إحنا دلوقتي لما بقول قيء وإسهال معنى كده إن أنا بفقد سوائل كتير جدا، مش بس سوائل زائد أملاح، والأملاح دي اللي بتخلي الجسم عندنا في الحركة الثبات الجيدة اللي هو بعد كده ما يبقاش يفقد الوعي. فإحنا مهم جدا إن أنا أعوض الطفل دي بالسوائل والأملاح الجيدة. فأحسن حاجة دايما أخلي عندي ما يسمى بمحلول معالجة الجفاف سواء للكبير أو للصغير كمان، لأن محلول معالجة الجفاف فيه أنواع من الأملاح اللي تقدر تديني الطاقة والقوة وتعودني في بعض الحاجات اللي هو بيفقدها الطفل أو الكبير طبعا. وخاصة إن دلوقتي بقت موجود محلول معالجة الجفاف بنكهات بحيث إن الطفل يتقبل أخدنها. دائما أبدا كل ما الطفل يسهل أو يرجع أديله ما يقابل الإسهال والترجيع بجزء من محلول معالجة الجفاف. المشكلة كمان ساعات الترجيع بيخلي الطفل مش قادر يبلع وعمال يرجع حتى محلول الجفاف، فدايما أنصح الأم إن لو عندها بعض الأدوية اللي هي بتمنع القيء وكانت مصرح لها عن طريق الطبيب إنها ممكن تستخدمها، ما تديش نهائي أبدا أي أدوية توقف الإسهال، لأن الإسهال ده نوع من أنا بخرج الجراثيم اللي موجودة. على طول يعطون عيالهم جبن، من يهم صار يعطوهم جبن. هو عارفة لو يدوهم زبادي أحسن، لبن أحسن، لأن ده فيه نوع من أنواع البكتيريا الجيدة اللي بتساعد الجسم أو الجهاز المعوي إنه يتعافى بطريقة أفضل. أفضل من الجبن. وذبحونا من الجبن دكتورة، كل ما هي أنا سأل عطونا الجبن وإحنا صغار. معلش ما إحنا بنتغير كل شوي. وبعد كده لو الطفل استمر في حالة حتى محلول معالجة الجفاف ما ديهوش مثلا كوب ولازم أديه للطفل مرة واحدة لأنه حيرجع، احنا بنسميها step by step، يعني زي كأني بدي معلقة يهضمها الطفل يتعوض. وبعد كده لو الطفل استمر في حالة الترجيع أو ارتفعت درجة حرارته أحسن إن احنا لازم نروح للمستشفى ونقابل الطبيب. انتين دكتورة، نتكلم عن ضربات الشمس، نحن الشمس ما شاء الله موجودة طول السنة مو بس في الصيف. أيوة. فكيف ممكن الكبار يتعاملون في حال صار ضربات الشمس للأطفال؟ تمام. بصي، في عندنا فكر شائع ان مثلا ضربات الشمس معناها ان الطفل ياخد مخفضات حرارة علشان تنزل الحرارة. هو اللي حصل في ضربة الشمس ايه؟ الطفل تعرض لمدة طويلة للشمس او مدة قصيرة حسب درجة احتمال الطفل. وعلى فكرة في حاجة اسمها ضربة الشمس اللي هي انا واقفة في الشمس دايركت، وفي حاجة اللي هي الخلل الحراري لما انا بقعد في مكان غير هاوي ويكون سخن جدا لدرجة ان انا يجيلي ما يسمى بضربة الشمس وانا في مكان مغلق من قلة التهوية. بالنسبة لضربة الشمس، لما انا بتعرض للشمس الجسم بتاعي بيبتدي يتعامل بالكنترول سيستم بالجزء العلوي منه، بيغير الطريقة بتاعة تعامله مع درجات الحرارة بتاعة جسمي، فيبتدي يتقبل درجة الحرارة عشان يقدر يتعامل مع الحرارة الشديدة اللي جات له، خاصة ان احنا ممكن نتعرض درجات الحرارة توازي 45 درجة مئوية او اكتر. فأهم حاجة اول ما يبتدي الاب او الام يحس انه طفله سخن، ومن العلامات كمان المميزة فيها ان ما بيبقاش فيها اي تعرق لان حصل خلل في الجهاز العصبي بتاع الطفل، فما بيبقاش فيه تعرق، بيبقى فيه جفاف شديد جدا، والطفل كمان ممكن لا قدر الله يغيب عن الوعي. اهم حاجة ان انا ادخله في مكان هاوي، مكان يكون بارد جدا
أخلع من عليه الملابس وأحط عليه، أعمله زي نوع من أنواع الترطيب، أرش مية عليه، لو قدر يشرب أديله سوائل كتير على أساس أعوضه، وأحاول أزبط تاني زي عارفة الترموستات بتاع الجسم تاني يرجع إن هو تو كنترول. لو لا قدر الله الطفل غاب عن الوعي برضو بحط له الكمادات والمية وأرشه بالمية وأسعفه بإن أنا أوديه المستشفى عشان يقدروا يتعاملوا معي. انزين دكتورة، يعني نحن لو لخصنا الحوار هذا، ما شاء الله حوار ما يتلخص، مستمعينا اليوم تكلمنا عن كيف التعامل مع الحالات الحروق في الأطفال، حالات ضربات الشمس في حال الاختناق أو بلع جسم غريب، وأيضا حالات التسمم الغذائي. لكن دكتورة باللخص بنقول أهم شيء أن الواحد يكون عنده عدة الإسعافات الأولية في البيت، وأيضا أنه يكون، يعني هاي نصيحة مثل ما نصحتينا أول لقاء، أنه يكون عندهم دراية في الإسعافات الأولية. صحيح. زين، نصيحة أخيرة دكتورة حابة تقوليها للمستمعين؟ والله بصي، هو أهم نصيحة أنا دايما بقولها، الوقاية خير من العلاج. خلي دايما شنطتك جاهزة، دايما عندك فكرة إزاي تتعامل مع الحالات، بأنك أنت تحضر دورات أو تقرأ قراءة، يعني دلوقتي النت بقى أسهل حاجة وفي معلومات جيدة ومعلومات ملخصة. دايما أنا عندي وعي إمتى أول حاجة، كمان ما not to panic، يعني ما انفعلش، لان انا لو انفعلت ما هعرف ادافع عن ابني او اعالجه او اتوجه بالطريقة الصحيحة في الانقاذ. مشكورة دكتورة ميسة صالح، اختصاصية طب الاطفال بمستشفى لطيفة للنساء والاطفال، مشكورة على وجودك معنا اليوم. اشكرك. في ختام حلقتنا اعزائي المستمعين، نذكركم بأهمية الالتزام بالمثلث الذهبي اللي تكلمنا عنه في بداية حلقتنا، وهو لبس الكمامة، غسل اليدين أو تعقيمها، والحفاظ على مسافة آمنة لحمايتكم من COVID-19 وأيضا لحماية الناس اللي حولكم واللي تحبونهم. في نهاية حلقتنا نشكر لكم حسن متابعتكم، آملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والشكر الجزيل لفريق الإعداد في هيئة الصحابة دبي، وكل الشكر لإذاعة نور دبي والقائمين على هالبرنامج، والشكر للأخت ميرا وما خرجنا متألق سعيد المر. استمتعت معاكم خلال هاي الساعة، ومحدثتكم أسمى الجناحي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة